اليوم كان فيه تحركات لجزائريين في عدة مدن، من بينها كانت مدينة سكيكدا مثلا، وكان فيها هذا الموقف. هنا من سكيكدا نخاطبك مع المباشر، الحراك متواصل، نادي حكم العسكر، دولة مدنية ليس عسكرية. دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية. حكم العسكر المدنية والعسكر، تحية الدولة المدنية. وكانت هذه خراطة، حي الله حر الخراطة، لا يتأخرون، كل سبت يواجهون ويتظاهرون، وأحيانا أيضا في أيام أخرى، أيام الجمعة وأيام أخرى أيضا. حي الله حر الخراطة. وهذه كانت صدوق في بجاية. دولة مدنية ماشي عسكرية. وهذه كانت مست غانم. حي الله حرم مست غانم. والحقيقة مدن أخرى أيضا، لقد كانت فيهم أيضا مدينة مستغانم، عفوا مدينة قسنطينة، كانت هذه مثلا في قسنطينة. حي الله حرار قسنطينة. كان أيضا في العاصمة، كانت أيضا في العاصمة، وكان هناك اعتقالات أيضا في العاصمة. خلينا نشوف بسرعة إذا كان نقدر نجدها. كان اعتقال لهؤلاء الأحرار في العاصمة، وهنا من سيارة الشرطة. دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية ماشي عسكرية. من بداية قال ما. دولة مدنية ماشي عسكرية. من وين تيزي وزو؟ خاكي اللي دار الموعد لهنايا ماشي عارفين اللي دار الموعد هذا لهنا. هذا إخواننا، وكانوا اعتقلوا في العاصمة. العاصمة كانت مدججة اليوم بآلاف من عناصر الشرطة باللباس المدني أكثرهم، ولكن أيضا باللباس العسكري، لباس الشرطة، إضافة إلى عناصر المخابرات وعناصر أخرى كثيرة في الحقيقة. يعني بولسة الدولة، عسكرة الدولة، أموال تصرف، سيارات تشترى، ذمم تشترى، عشرات الآلاف من أبناء الجزائريين تستعملهم العصابة لقمع الشعب، لقمع الشعب الجزائري. ولكن بصراحة الخروج أمس الجمعة وأيضا اليوم لم يكن في المستوى، لم يكن في المستوى. طبعا نقدر نتفهم أن ما زالت الناس مرعوبة من موضوع الكورونا، والناس مرعوبة من القمع الشديد والاعتقالات الشديدة والتخويف والطرد من العمل، هذا كله معروف ومعلوم. وهذه العصابة ازدادت بطشا وازدادت سفاهة وسفالة في الأشهر الأخيرة، بالرغم من أن الكورونا أصلا كان عطل المسيرات.
لكنهم لم يتوقفوا هم عن الاعتقالات وعن التخويف وأحيانا عن تعذيب وأحيانا عن وطرد الناس من أعمالها. مع ذلك إخواني هناك تقريبا 40 مليون جزائري داخل البلاد، حوالي 38 مليون فاصل. لا يعقل أن يبقى الموضوع الآن في بضعة مئات في بعض المدن، بضعة عشرات في بعض المدن، وأحيانا بضعة أفراد في بعض المدن، لا يعقل. القضية خطيرة وخطيرة للغاية، والوضع إذا لم ينتفض الشعب الجزائري ويتسلم أمره بيده ويقرر مصيره بيده، فإن هذه العصابات ستزداد وحشية، ستزداد نهب، ستزداد فساد، وسنصل إلى حالة مصر. أنا شخصيا أقولها منذ أكثر من سنة، إما النصر وإما مصر. ومصر تهوي الآن في أسفل السافلين، المياه تاعهم ومنوعة عليهم الأثيوبيين، وكوارث كبرى يعيش الشعب المصري. نحن لسنا بعيدين عنهم في بعض الجوانب، خاصة في قضية التفقير، فقر ملايين الجزائريين اليوم يطحنهم الفقر طحنا، ويطحنهم البؤس طحنا. أعداد هائلة، كل من كان في البلاد والتقيته أو حدثني حدثني على أشياء مرعبة، قال لك لم نشهد للوضع الفقر والطلبة والناس اللي تمد في يديها والبؤس والسرقات والنهب كما هو اليوم. لذلك أقول بكل صراحة، نعم هناك ثمن يدفع والحرية لها ثمن، نعم هناك ثمن يدفع والكرامة لها ثمن، نعم هناك ثمن يدفع واسترجاع الوطن له ثمن، دفاع عن أسرتك عن أهلك له ثمن. دفعوا كثير من الناس، حطموا الأسر، حطموا بقوانين تافهة، حطموا أحيانا تروح المرأة باش تطلب عمل يطلب منها جسدها في كثير من الحالات، الرجل ما كانش عمل في كثير من الحالات، لازم يرتشي، لازم يمد عرضه، لازم أشياء مرعبة. هذه العصابات ستفعل أكثر إذا بقى رد الفعل ضعيف كما هو هذه الأيام، لأنه لا يعقل أن الناس تذهب إلى الأسواق، الناس تذهب إلى كل مكان، ولكن لما يجي الكورونا الناس تتحجج لما يجي الحراك الناس قد يتحججون به. هذا خوف سندفع ثمنه غالي، هذا جبن سندفع ثمنه غالي، هذا يأس سندفع ثمنه غالي، عودة الحراك واسترجاع البلاد، وإلا فإنكم في لحظة معينة كلنا في الحقيقة سنعيش مآسي قادمة، مآسي كبرى تفوق كل ما مضى. هذا ليس مبالغة إخواني، اللي يعرفوني أنا في هذه المعركة منذ ما يزيد عن 25 عام، وحينما خرجت في أول مرة وتحدثت لجمال خاشقجي في جريدة الحياة اللندنية في 2 أكتوبر وطلع الحوار، قلت له أننا بكل أسف نتجه إلى كوارث، وبالأسف اتجهنا إلى كوارث. فكان 96 و97 و98 المجازر الكبرى ناهيك عن الاغتيالات وعن الفساد وعن الفساد وعن أشياء مرعبة. وعندما جابوا بوتفليقة أنا شخصيا قلت أنهم جابوا لنا واحد هو ربما أفسد الجزائريين على الإطلاق، وأخبث وأمكر من أمكر الجزائريين على الإطلاق، وأنه هو كله عمل غير صالح، هو كله فساد على فساد، وأنه سينشر الفساد بشكل عارم. وهاي اليوم يتأكد الناس من ذلك، فساد غير مسبوق، أجرم الجزائريين وأفجرهم وأقبحهم هم اللي أعطيت لهم المناصب. جعل نصب واحد مفسد في منصب ولا توصيه، هو يكمل الباقي في البلديات كما في الولايات، في الدوائر كما في الشرطة، في الدرك كما في المخابرات، في كل مكان. وطبعا كلما كنت جنرالا مجرما كلما أعطيناك مناصب أعلى. إخواني الوضع ليس بسيط، يتحضرون الآن لإرسال الجيش الجزائري للدفاع عن الاستعمار، لجعل الجيش الجزائري ميليشيات. إذا لم يكن هناك موقف حازم
في مواجهة العصابة وهي تتجه بهذا الدستور وبفرض هذا الدستور، اللي بالمناسبة ليس فقط قضية إرسال وهذا هو الهدف الرئيسي، ولكن هناك شيء آخر أضافوه ولعلي حدثتكم عليه قبل أيام، وربما تحدثت عليه أيضا في الناس اللي شافوني أمس على قناة أوراس، وهي الفقرة الرابعة من المادة 30 واللي تعطي الحق للجنرالات بالقيام بانقلابات. انقلابات، قال لك أن الجيش الوطني الشعبي هو اللي يحرص على المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد، بمعنى أن الشعب الجزائري وجعوله وصي هو كبار الجنرالات. طبعا الجيش أسير عند الجنرالات اليوم، كبار جنرالات آخرين الآن مش عارفين مصيرهم، وأنا دائما أذكر أن بعضهم في السجون وبعضهم في التشريد وبعضهم خائفون وبعضهم يتفرعنون ويتألهون ويترببون على الناس ولا يتعلمون حتى مما يحدث أمام عيونهم. لكن هؤلاء ما عندهمش خيار، عندهم وإلا خيار شمشون كما يسمى، إلا خيار علي وعلى أعدائي. إذا لم يوقفهم الشعب بالسلمية والحضارية والحراك والمسيرات، فهؤلاء راح يديروا دمار في البلاد، والانقلابات في المستقبل ستكون وفق الدستور، طبقا للدستور، لأن الفقرة الرابعة من المادة 30 في هذا الدستور المشؤوم، دستور الاستعمار، تعطيهم الحق في ذلك. إذا مرة أخرى، أنا ومن هم أمثالي ما نحن إلا ناصحين، ما نحن إلا نقول ما نعتقد أنه الحق وما نظن أنه حادث وسيحدث فيما هو قادم. فإما الانتصار واسترجاع البلاد واسترجاع الكرامة واسترجاع الحرية واسترجاع الخبزة، لأن الخبزة الآن أيضا في اللعب للملايين من الناس. راكم تشوفوا الكورونا هذه كيفاش تلعبوا بها، ما زالت المواصلات في أغلب الولايات ممنوعة ما بين الولايات، ما زالت الموانئ والمطارات ممنوعة على الشعب، ولكن هم ترحل الطائرات، طائرات خاصة وطائرات عامة تنقلهم أينما يشاءون، ما زالت المساجد مغلقة على المؤمنين والمصلين، مفتوح جزء بسيط منها الثلث تقريبا والثلثين مغلق، وحتى الثلث اللي مفتوح تمنع فيه صلاة الجمعة وهي صلاة واجبة على المسلمين الذكور، وتمنع فيه صلاة العشاء وصلاة الفجر، في حين أنهم يجتمعون أحيانا بالمئات لكاشيريست الفرامجية المرتشين اللي حرك فيهم الأفلان والأرندي ودولة التوفيق ودولة بوتفليقة.